السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة عن حقيقة الإنسان بين التكريم والابتلاء. أحيانا الإنسان في هذه الدنيا يكرم ويربح وينجح، وأحيانا قد يصاب بالابتلاء ويخسر ويتألم. ما حقيقة تكريم هذا الإنسان، وما حقيقة هذه الابتلاءات، وهل هي من رضا الرحمن أم من سخطه؟ ربنا عز وجل يجيبنا عن هذا الإشكال بقوله جل علاه في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا كلا، أي ليس كل من ربنا عز وجل ابتلاه بالشدائد وبالأمراض والأسقام هذه ليست إهانة، وكل من أكرمه بالأموال وبالنجاح والفلاح ليست كرامة، فربنا يعطي ويمنع. هذه الآيات يوضح الله تعالى فيها حال الإنسان عند اليسر وعند العسر، عند الغنى وعند الفقر، عند السراء وعند الضراء. هكذا الإنسان تتجاذبه هاتين الخاصيتين، إما إكرام وإما ابتلاء. وربنا يبين لنا طبيعة هذا الإنسان من حيث هو. الإنسان في غالبيته هو إنسان دوما يبحث عن الربح، وإذا أصابته الخسران فإنه يصاب بالانتكاسة. سماه ربنا جاهل وظالم لا علم له بعواقب الأشياء، وفي الغالب يظن أن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول. والحق أن الحياة هي صيرورة، عطاء ومنع، عزة وذل، أخذ ورد، وهكذا. هكذا خلق الله الحياة الدنيا بين مد وجزر. الإنسان يظن أن ربنا عز وجل إذا أكرمه في هذه الدنيا وأنعم عليه بالمال وبالرزق يظن تكريم، وأنه إذا قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه الرزق وضيق عليه فرص النجاح وضيق عليه فرص الفوز، يظن أن هذا إهانة من الله. عادة يقول إنسان: انظر ماذا فعل بالقدر، انظر بذلت مجهود كبير وبذلت أعمال جسيمة ولم أحصل على شيء، في حين أن الأمر هو عبارة عن امتحان. الله تعالى يمتحن كل واحد منا مرة بسلب بعض النعم منه، ومرة بضيق الرزق. فالإنسان المؤمن يرضى بقضاء الله، لكن غير المؤمن يشعر بالضيق والتضجر والتأفف وعدم الرضا. يقول: ربي أهانني بالفقر، ربي أنزل بي الهوان والشرور. هذا القول إذا صدر من الإنسان فهو مذموم. يدل على ماذا؟ يدل على سوء فكره وقصر نظره وانطماس بصيرته، لأن الإنسان هو هكذا خلق، في حالة العطاء والسعة في الرزق والنجاح يتفاخر ويتباهى ويتوهم أن هذه النعم هو جدير بها، ينسى بأن هذه النعم هي فضل من الله تعالى. ربنا يحكي لنا عن قارون. قارون كان يقول: إنما أوتيته على علم عندي.
يظن بأن المال الذي جمعه ليس بتوفيق من الله ولا بفضل من الله، وإنما كان ينسبه إلى نفسه، يقول إنما أوتيته على علم عندي. ولكن الإنسان في حالة المنع والضيق في الرزق وفي فرص الحياة يجزع ويأبى أن يرضى بقضاء الله وقدره. والحق أن هذا العطاء والمنع هو اختبار، الله تعالى يختبرنا أنشكر أم نكفر، أنرضى أم نيأس. التضييق في الرزق ليس إهانة، وكذلك البسط في الرزق ليست كرامة، كل ذلك ابتلاء وامتحان. لهذا ربنا لما قال في كتابه العزيز: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا كلا أيها الإنسان، ليس كذلك، ليس كذلك. ليس كل نعمة أنعمها بها الله عليك هو أنك محبوب عنده، وليس أنه ضيق عليك أنك لا مقام لك عنده، وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق كل ذلك امتحان من الله تعالى لعباده، كما قال: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بعض الناس يظنون أن الله أعطاهم المال الكثير، وأعطاهم البنون الكثر، وأعطاهم السؤدد، وزادهم من الخيرات. ماذا يظن هؤلاء؟ يظنون أنهم مكرمون عند الرحمن. ربنا يقول: لا، ليس كذلك. قد يعطيك الله الكثير من المال والبنين والعز والسؤدد، ولكن كل ذلك على سبيل الامتحان. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. الذي يفكر مثل هذا التفكير، هذا قول مذموم يدل على عدم صبر الإنسان على قضاء الله في حالة البأساء. والإنسان لما يفكر هكذا يوجه هذا الحرف، حرف الردع، كلا كلا. ما معنى كلا؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. هكذا ربنا أتم مضمون تلك الآيات. كلا، ليس كل من أكرمت أعطيته المال الوفير والبنون أكرمته، وليس كل من أفقرته وأعطيته قلة المال وقلة البنون أنني أهنته. كلا، هذا كلا هذا حرف الردع. كلا، أي أن الله تعالى يقول بأنكم يا بني البشر من صفاتكم أنكم لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. فكلمة كلا هي زجر وردع لهذا الإنسان الذي يقول ربي أكرمن عند حصول النعمة، وعن قول الذي يقول ربي أهانن عند حصول التقدير. لأن الله تعالى قد يوسع على الكافر، الكافر هو مهان والملحد ومهان ومبغوض، ولكن قد يوسع الله عليه في الرزق. هناك ملاحدة ومشركين وكفار وغيرهم، ربنا أعطاهم المال الكثير وأعطاهم الجاه وأعطاهم الكلمة المسموعة، هل هذا معناه تكريم؟ أبدا. فالذي لا عقيدة له هذا مهان ومبغوض عند الله. والمؤمن قد يكون مصلٍ، قد يكون عابد، قد يكون زاهد، صوام، قوام، تالي القرآن، ولكن قد يضيق الله عليه الرزق ويضيق الله عليه في الحياة مع أن الله يحبه. فهذا الأمر هو دائما الإنسان بين العطاء والمنع، هو مطالب بأن يشكر عند الرخاء ويصبر عند البأساء. ففي هذه الآية الكريمة كما سبق الذكر، ربنا أتى بصورتين من صور الحياة: صورة الذي وسع الله عليه في الرزق فظن أنه خير له قال ربي أكرمن، وصورة الذي ضيق الله عليه في الرزق فظن أنه شر فيقول ربي أهانن. هذه الآيات هي في الحقيقة تصحيح للمفاهيم الخاطئة. ففي الحياة الاجتماعية والفكرية عندنا مجموعة مفاهيم خاطئة تحوم بين الناس.
ربنا يصحح لنا هذا المعنى فيقول ليس توسيع الرزق وزيادة المال دليل إكرام وليس التضييق للإنسان دليل إهانة. فكل واحد هو في هذه الحياة يمر بامتحان وهنا كفة الميزان لابد أن تكون إما تميل إلى الخير وإما إلى الشر. فالإكرام والإهانة مرتبطان بتصرفات الإنسان ومدى قبوله لقدر الله. هنا أيها الأحبة الكرام قضيتان اثنتان لابد من التنبيه إليهما حتى تتركز في العقول والقلوب. هذا الأمر مهم جدا لنا في الحياة لأننا أحيانا نفقد البوصلة، نسير في الدنيا والأشياء كثيرة حولنا لكن نفقد البوصلة. القرآن الكريم يحدد لنا خارطة الطريق ويبين لنا قضيتان اثنتان. إنسان آتاه الله المال والعز والسؤدد يقول ربي أكرما، فقارون ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. نحن نقول بأن قارون هو أغنى مخلوق في الأرض، لا، يقال هناك المليونير وهناك الملياردير وهناك القارونير، لكن ربنا قال هناك من هو أغنى من قارون وأقوى. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. مر في التاريخ من هو أعظم من قارون في القوة وفي جمع الأموال. فالذي نظر إلى المال وظن أن الغنى هو إكرام ونظر إلى الفقر والتضييق أنه إهانة، هذا لم يفطن للحقيقة، لأن الحقيقة هي غير ذلك. لأن المال متى يكون دليل كرامة؟ يكون إذا كان الإنسان جمعه بعرق جبينه وجمعه بتعبه وشقاه واجتهاده، ثم أنه أدى حقه للمحتاج إليه، أداه للفقراء وللمساكين، هنا يكون المال دليل كرامة. أما إذا كان يجمع كالذي يحطب بالليل، يجمع من كل جانب ويختزنه ثم يحسب كم المليار وصل إليه، فهذا المال ليس دليل كرامة، هذا ابتلاء والعياذ بالله. وكذلك الفقر ليس دليل إهانة، فكم من فقير هو في وضع ربما يكون أفضل له من الغنى، لأنه لو أوتي المال قد يفسد حاله، قد يشعر بالكبرياء والخيلاء، قد يتوق إلى الوقوع في المعاصي. فالفقر ربما قد يكون حالة صحية بالنسبة للفقير. ربنا يقول كلا، لا إعطاء المال دليل كرامة ولا الفقر دليل إهانة. هذا هو قانون الابتلاء. قانون الابتلاء قال فيه تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نحن في الحياة أيها الأحبة الكرام في فترة قصيرة جدا، دورة تدريبية فوق الأرض، سوف نغادر يوما ما. وسر الحياة وفلسفة الوجود هو أن الله كل واحد منا يبتليه بالأعمال، وناظر كيف تصنعون ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فقد يكون الابتلاء بالشر كما قد يكون الابتلاء بالخير، وهذا قانون ساري على كل أهل الأرض، حتى الملوك والرؤساء والعظماء والعلماء والصلحاء وعامة الناس، قانون عام ساري على كل أهل الأرض، هو نوع من الامتحان بنوعيه الإيجابي والسلبي. قال فيه تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. كل ما في الأمر أن الله يبلونا أينا أحسن عملا. وهذا الابتلاء نلمسه في اختلاف الدخل بين الناس، لأنه إذا تساوى الدخل بينهم كما يريد البعض عندها تموت كل الطموحات عند كل فرد، ويصاب المجتمع ساعتها بالشلل. ربنا لم يجعل لنا مساواة، اجعل هناك اختلاف كثير في الدخل وفي المقامات وفي المناصب، وكل هذا خير. ربنا عز وجل يخبرنا بأنه ابتلى إبراهيم عليه السلام بمجموعة كبيرة من الابتلاءات ونجح، نموذج بشري
كامل نجح إبراهيم الخليل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتمهن، ابتلاه الله تعالى بشدائد فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. فلما نجح إبراهيم الخليل في هذه الابتلاءات والشدائد وأتمهن، الله تعالى اصطفاه وجعله للناس إماما. في هذه الآيات أيها الأحبة الكرام تستوقفنا بعض الإشارات كلما مررنا عليها. نحن في الحياة الدنيا نمر مرة بشدائد أو ظروف صحية أو أزمات مالية أو قد نكابد مصاعب في هذه الحياة. حينما تمر بنا هذه الأزمات بماذا نشعر؟ نشعر أحيانا بالضعف أو بالتذمر أو بالأسى، وننسى النعم التي أنعم بها الله علينا، ننساها. الإنسان عنده نعم كثيرة يتنعم بها، ولكن حينما يمر بظروف صعبة إما صحية أو مالية أو اجتماعية أو يكابد مصاعب في الحياة فإنه يبدأ يشعر بالهم والغم، يقول لماذا أنا هكذا في هم وغم. حقا ربنا قال إن الإنسان لربه لكنود. ما معنى لكنود؟ أي أنه ينسى النعم ولا يتذكر سوى النقم. فالإنسان عليه أن يكون شاكر لأنعم الله، ولكن ربنا قال وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. فالحياة أيها الأحبة الكرام هي تتردد بين الابتلاء وبين التكريم. مرة يكرمنا المولى عز وجل وينعمنا ويعطينا الخيرات الكثيرة، هذا ليس دليل كرامة. وإذا مرت علينا ظروف صعبة، فقر وأمراض وسوء حظ، هذا ليس دليل إهانة، فكل ذلك اختبار. فأما الإنسان وإذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا، ليس كذلك أيها الإنسان، إنك في اختبار مع الله سبحانه وتعالى. ولا تحسب أن ما يمد الله به الآخرون من مال وبنين أنه يسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. كل ذلك اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لينظر هل نصبر أم نجزع. كل هذا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فاللهم يا رب العالمين نسألك أن ترزقنا الصبر عند البلاء، اللهم ارزقنا الصبر عند البلاء، اللهم واجعلنا من عبادك الشاكرين عند النعم، اللهم وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا ربي وقنعنا بالقليل، قنعنا بالقليل، واجعلنا يا ربي نعطي مما أعطيتنا ولا نشعر بأسى ولا بحزن، بل نشعر بالفرح عند العطاء، ونشعر بالرضا عند زوال النعم، ونبقى يا رب العالمين متشبتين بالعروة الوثقى التي فيها مرضاتك والتي فيها النجاة في الدنيا والآخرة. اللهم أمين، اللهم أمين يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.